السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الجديد ديال الشركة ديال شاومي سيريكا 2 65 بوس، كيف قلنا شاومي ولكن كيوليد. كيوليد دائما في تلقى هاد الكيوليد، بغيتي شي تلفازة مزيان وبغيتي شي يعني شي كاليتي مزيانة ديال الصورة، دائما ركز على الكيوليد. هادي كيوليد راه ماشي شي حاجة عادية، خلينا مع نتفليكس وهاد يوتيوب وهاد برايم فيديو، حتى الدوبل حتى هادي كتكون مزيانة على حساب الصوت، حتى هي مزيانة. وكيقول ركز انت غادي تركز على الكيوليد، ركز دائما على الكيوليد اللي باغي احسن صوره، ماشي احسن صوره في العالم كاع ولكن كاين كاليتيات اخرى ثاني احسن، ولكن هذه راه من ضمن احسن ما كاين في الصوره. والكاتكا كاتكا اولترا اتش دي، حتى الكاتكا راه عندها علاقه بالكيوليد، الكاتكا بوحدها والكيوليد بحال قلتي الكاتكا اللي عندها علاقه بالريزوليسيون، يعني قد ما كبرات التلفازه كتبقى الكاليتي ديال الصوره زوينه، ولكن هاني عندها علاقه بالالوان، الكيوليد عندها علاقه بالالوان. ديما كيقولنا ركز على الكيوليد. واخا بالنسبه للثمن ديال التلفازه نمره 65 بوس شاومي كدير بالجمله 7000 درهم، راه كما عودتكم راه اللي كاين تنقولوا لكم بلا خوف بلا حتى شي حاجه، امور واضحه كدير 7000 درهم. انا خديتها من الشركه ب 7000 درهم، غادي نبيعها تقريبا غادي ما غاديش نبيعها، غنحطها في المحل ديالي حيت ديك الاولى القديمه اللي كنت هادي بعتها. المهم غادي نحطها في المحل ديالي وغادي نصور لكم حتى الفيديو ديالها، تشوفوا الكاليتي ديال الصوره ديالها كي دايره. المهم كيف قلت لكم الثمن ديالها انا شريتها ب 7000 درهم، والبيع ديالها راه كيتراوح ما بين 7500 حتى 8000 درهم. الا بغيتي تشريها انت خويا كتسمعني، البيع ديالها ما بين 7500 درهم حتى 8000 درهم، وهادي يكون على يقين. علاش كنقول لك هاد الهضره؟ حيت كاين الناس اللي باغيين يبيعوها للمقاهي ب 10000 درهم ولا اكثر، حيت كاين اللي كيبيعها ب 10000 درهم. هادي انا هنا في هذه الصفحه غير كنوعي الناس باش ما يغليوش عليهم في الثمن. ثمن الجمله 7000 درهم، ثمن البيع ما بين 7500 حتى 8000 درهم، حتى يعني كأبعد تقدير. السلام عليكم.